على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. آبائي الكرام، إخواني، عندما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد نصلي عليه، وصلاتنا عليه عبادة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون له مكانة في قلوب المؤمنين. وسنذكر بعضاً من جوانب مكانة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الآن في هذه اللحظات إن شاء الله. أولاً، إذا قارنا بين النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن القرآن تكلم عن الأنبياء وعن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل عندما نادى الأنبياء والمرسلين ناداهم بأسمائهم، مثلاً قال يا موسى، يا عيسى، يا إبراهيم. ولكن عندما نادى النبي عليه الصلاة والسلام ناداه بالرسول وبالنبي، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ، ناداه بالرسول وبالنبي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذا من مكانته صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله عز وجل أرسل كل نبي ورسول إلى قومه خاصة، فنجد أن موسى رسولا إلى بني إسرائيل، عيسى رسولا إلى بني إسرائيل، قوم نوح أرسل إليهم نوحا، قوم صالح، وهكذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل رحمة للعالمين إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا الله عز وجل أمر المؤمنين بالسلام عليه والصلاة، وبدأ الله عز وجل بنفسه، قال العلماء يقولون بدأ بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، ثم أمر المؤمنين بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله عز وجل بدأ بنفسه ثم ثنى بالملائكة ثم أمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه. وأيضا من مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام أن اتباعه علامة حب الله، اتباعه علامة حب لله عز وجل. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأيضا اختاره الله عز وجل ووصفه بالعبد في القرآن الكريم. الله عز وجل كما ذكرنا يذكر الأنبياء بأسمائهم، ولكن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا بأوصافه، مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأيضا من مكانته أن الله جعله خاتم النبيين وختم به المرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمكانته عظيمة عند الله، وينبغي أن تكون مكانته أيضا عظيمة في قلوب المؤمنين. وتعظيم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام جزء من عقيدتنا ومن عبادتنا لله عز وجل، تعظيمه، احترامه، إجلاله،
الصلاة عليه، اتباعه، هذه كلها عبادة من العبادات ينبغي على المؤمن أن يتمسك بها. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.